معي حمدي الجمل رئيس القسم الاقتصادي في جريدة الأهرام العربية. مساء الخير، أهلا بك معنا. رئيس البرلمان العربي اعتبر اليوم بأنه هذه الزيارة هي تؤكد عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية طبعا بين البلدين باعتبارهما ركيزتين أساسيتين في المنطقة. من هنا نبدأ، كيف تابعت هذا اليوم ووقعه الاقتصادي كيف سيكون بمستقبل علاقة البلدين؟ بداية لابد من التأكيد على ما أكده رئيس البرلمان العربي بأن العلاقة بين مصر والسعودية وخاصة العلاقة الاقتصادية هي علاقة قوية. يكفي أن نشير إلى أن حجم الاستثمارات السعودية تراوح بين 23 إلى 27 مليار دولار بعدد مشروعات 2900 مشروع. بالإضافة إلى ذلك هناك 500 ألف أو نصف مليون مواطن سعودي يعملون في مصر ويعيشون في مصر، وهناك أكثر من اتفاقية نشير إليها. منطقة التجارة الحرة بسيناء بتكلفة 1.7 مليار دولار، الربط الكهربائي الذي سينتهي بين مصر والسعودية في العام المقبل 2019، بالإضافة إلى عشرات المشروعات الأخرى متعلقة بالسياحة ومتعلقة بالزراعة. العلاقة قوية ومتينة. يكفي أن نشير أن في 2017 كان حجم التبادل التجاري بين الدولتين 2.1 مليار دولار. هذا فيما يتعلق بالماضي والحاضر. فيما يتعلق بالمستقبل هناك مشروع نيوم. أتصور أن الدولة المصرية اليوم لم يصدر عنها أي تصريح فيما يتعلق بهذا المشروع، ولكنه سمعنا هذا التفاصيل من رويتر أن مصر ستعطي السعودية أو ستؤجل للسعودية أو ستنضم إلى المشروع بألف كيلومتر. إلى الآن لم كمصريين لا نعرف تفاصيل كيف، هل سيكون بالشراكة، هل سيكون بالتجارة، هل ستكتفي مصر تطور مصر ما لديها في هذه المنطقة وتطور السعودية مقابلها في أراضيها وكذلك الأردن. هذه كلها تفاصيل لم نعلم عنها شيء، ولكن فيما يتعلق بمشروع اليوم إذا كان بهذا الشكل فتصور أنه سيخلق العديد والعديد من المشروعات، سيما وأن هناك نية لإقامة جسر الملك سليمان ليربط البحر أو السعودية أو يربط الخليج العربي بإفريقيا وربط آسيا بإفريقيا، وتكلفته مرتفعة جدا. فإذا تم هذا فبالتأكيد سيكون هناك مشروعات، ولكن أنا الآن أنا كمصري ليس لدي التفاصيل من الدولة المصرية. كل ما قرأته كان من وكالات أنباء أجنبية من متحدث أو أحد المتحدثين السعوديين. طيب، لا نعرف شيئا كمتابعة حضرتك صحفي سيد حمدي عن في مباحثات، كان في لقاء منفرد بعد هذه المباحثات يجب أن يعقد بين الرئيس وصحيح والأمير محمد. بالتأكيد بالتأكيد أتصور المسألة لم تتعلق بالاقتصاد ولا التبادل التجاري بين الدولتين، لكن بالتأكيد الزيارة لها أبعاد سياسية أخرى قبل زيارة محمد بن سلمان إلى أمريكا وبريطانيا. فبالتأكيد الزيارة تركز على أو اللقاء المنفرد يركز على القمة العربية التي استوقعت نهاية الشهر، وبالتالي هل ستحضر قطر أم لا تحضر، وبخاصة هناك أربع دول عربية لديهم مشاكل ومع قطر. هذه نقطة. النقطة الثانية موضوع السلام الإسرائيلي ومحاولة ترامب أو إعلان ترامب عن إسرائيل نقل السفارة إلى القدس، هذا ملف آخر كذلك.